يسعد أوقاتكم مشاهدينا. نحن حاليا متواجدين بمقر جمعية الفينيق المستدامة لنضيء على إنجاز جديد وهو تسجيل اسم سوريا بالسجلات العالمية، أكيد مع ضيفنا لليوم البطل المغامر السوري سامر العقاد. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم. يعني إنجاز جديد، خلينا نتعرف أكثر على تفاصيله من حضرتك. هلأ أي حدا بيحاول يطلع إيفرست في شيء اسمه هيمالايا داتابيس، هن بيساووا مقابلة للتوثيق، بيساووا مقابلة معنا قبل ما نطلع، وبعد ما يتحقق الإنجاز برجعوا بيساووا معنا مقابلة تانية، بيسمعوا كل القصة اللي صارت أثناء التسلق، زائد بيطلبوا منا الوثيقة اللي بيمنحونا إياها الحكومة النيبالية، بالإضافة إلى صورة على قمة الجبل. وهنن بيضلوا لمدة 6 شهور تقريباً عم بدرسوا الوضع ليتأكدوا 100% من سلامة الشهادة وسلامة الصورة، وبعدين بنزل بالسجلات عندهم إنه في أول شخص سوري طيب. وصل لصف يعني العالم. هلا يعني اليوم فينا نقول صار اسم سوريا مسجل عالميا بفضل الانجاز اللي انجزته. خلينا هيك نرجع شوي فيد باك لورا ونحكي عن قمه ايفرست والتسلق، قد ايه اخذ منك مرحله وتحضيرات، وخصوصا انه انت مريت بمراحل عديده قبل ما نوصل لايفرست. نحن اول ما بديت ضليت شي سنه تقريبا عم بجهز حالي حتى احسن اطلع ايفرست. الفترة اللي طلعنا فيها تسلقنا فيها هي تقريبا 55 يوم، منضل 55 يوم تقريبا بالمخيم الرئيسي، بعدين تقريبا 5 أيام من المخيم الرئيسي كان هو على 5600 متر ل 8848، بعدين بنرجع. طبعا هي التسلق إيفرست شيء كتير صعب، نحن كل الناس بتفكر إنه إيفرست هو جبل، إيفرست هو أبدا مو جبل عادي، هو تحدي مع بين الطبيعة والإنسان، أكبر تحدي بيواجهه الإنسان مع الطبيعة. الجبل هو جبل كتير قاسي، برده كتير قاسي، نقص الأكسجين فيه، فكتير مراحل أحياناً بتمر بالمتسلقين عموماً بيوصلوا لمرحلة الضعف والفشل وأنه أنا ما بدي أكمل، بس الحمد لله يعني الفضل للتدريب وفضل أنه حامل رسالة من سوريا للعالم، أنا رسالة محبة وسلام، فهذا الشيء اللي خلاني أضل مشجع وضليت مثل ما بقوله حتى اللحظة الأخيرة لو وصلت على القمة وسجلت أنه أول شخص سوري بصل لقمة إيفرست. يعني لحظات كتير يمكن المتابعين لصفحتك على مواقع التواصل الاجتماعي كانوا عم بيتابعوا وأنت عم تنشر أنه نحن بقيالنا هاي المدة، بقيالنا هذا الوقت، كلنا ما بنقدر ننسى الصورة اللي نشرتها للعلم السوري على قمة إيفرست. هاي اللحظة أكيد كان في لها صدى كبير بين الناس، بين أهل حضرتك. خلينا نحكي شوي عن هاي المراحل. اليوم مثل ما حكيت أنت، تسلق إيفرست هو مو مجرد قمة جبل، هي تحضيرات وحياة كاملة يمكن بعيشها المغامر لحتى يوصل لهي اللحظة. نحكي شوي عن هاي الكواليس اللي الناس يمكن ما بتعرفها من حياة المغامر ليوصل لهي اللحظة. هلا نحن في 45 يوم تماما قاعدين بالمخيم الرئيسي، المخيم الرئيسي نحن قاعدين بخيمة وبمكان هو يعني درجة الحرارة المنيحة من فيه بتكون ناقص 5، وعم ناكل 5 وجبات، يعني 5 أنواع من الأكل بتتكرر خلال 45 يوم. طبعاً في إنترنت، بس الإنترنت كتير غالي، فهذا بس بيخليني مثلاً أقول إنه أنا منيح، كل يوم أخبر أنا منيح. بس هي كانت للحقيقة أصعب فترة، وقت طلعت من المخيم الرئيسي للقمة ورجعت، لأنه بس تحركنا من المخيم الرئيسي ما بعود في أي أنواع من أنواع الاتصالات. فهذا الوقت هو يمكن بالنسبة ل أهلي الموجودين هون اللي كانوا عم يتواصلوا معي، هن كانت أصعب شيء بالنسبة لهم، لأنه خلص سامر صار بالمجهول، ما حدا بيعرف شيء عنه. فوقت هن ما بسمعوا الخبر لمدة 5 أيام أو 6 أيام، عن جد هو بدا البني آدم بيفكر أنه خلص هذا الشخص توفى، ممكن اختفى. حتى أحيانا ممكن إذا ما متأكدين من وفاته، مثلا أحيانا بيجي عاصفة ثلجية ممكن هذا الشخص يختفي، فهن ما بيعلنوا عن وفاته لحتى يتأكدوا أو يشوفوا الجسة. فهذا هو هذا الشيء الصعب، اللي حتى وقت أنا بدأ أغادر المخيم الرئيسي، يعني هن مثل ما منقول إحنا حتى منكتب وصيتنا، منوقع على إنه أنا إذا صلي شيء مع مين يتصلوا شو يعملوا. فهي بتحس حالك عن جد إنه
متعة المغامرة موجودة، بس في هذا الإحساس أنه أنت رايح للمجهول، رايح لأعلى نقطة على وجه الأرض. أكيد هي لو سهلة كان الناس كلها طلعت لها، بس من 6 مليار بني آدم، يعني لحد لهي السنة وصل تقريبا الرقم 6000 بني آدم هو الأشخاص اللي وصلوا على قمة إيفرست. أكيد نعمل يمكن أفلام عن التسلق قمة إيفرست، وشخصيات كتير نحكى عنها، شخصيات كتير يمكن مغامرين مثل ما حكيت اختفوا أو يعني توفوا هن عم يعملوا هاي المغامرة. اليوم المغامر سامر قدر يوصل لقمة إيفرست بوضع سوريا كانت بلده فيها عم تعيش الحرب. كتير أوقات في ناس بتقول هل في حدا قادر يدخل بهاي المغامرة ويحاول أنه يطلع على قمة بهذا الوقت؟ هي أصعب من إيفرست هي المغامرة بحد ذاتها. فأنا كان كثير ناس يقولوا لي أنه هذا الوقت الصح اللي أنت لتتسلق فيه العالم جبل إيفرست، قلت لهم يمكن هذا أكثر وقت صح أتسلق فيه جبل إيفرست، لسبب. أول شيء أنا حامل رسالة سلام من سوريا للعالم. ثاني شيء في كثير ناس شافوني وقت شافوني انه انا حامل العلم السوري يقولوا لي انت من سوريا، قال لهم ايه، يقولوا لي حتى عايش بسوريا. هي الرساله اللي نحن لازم اي حدا من سوريا عم يطلع برات سوريا نوصلها للناس. هن عن جد ناس متابعين للاخبار المغرضه مثل ما نحن بنسميها، لانه هن ما بيشوفوا الاخبار السوريه، ما بيشوفوا الصفحات السوريه، بس دائما من الالم بيطلع الفرح. ف أي شهيد عم بيستشهد، لحن كرمال هذا الشهيد لازم نرفع اسم هذا الشهيد. فأنا هي كانت رسالتي أنه لنورجي كل العالم أنه لا، لحن رغم الظروف الصعبة هيك سوريا علمتنا، أمنا سوريا هيك علمتنا، كل ما قسيت الحياة علينا لحن نطلع نقوى بهالحياة هاي. أكيد. يعني اليوم نحن هيك عم نتشارك معك لحظات عم نرجع فيها للذاكرة، هي سنوات من الجهد والعمل. اليوم نحن موجودين بمقر جمعية الفينيق، قدي صار في عليك مسؤولية اليوم يمكن عم تحاول تنقلها للشباب السوري اللي بيجي ممكن يشترك بقلب الجمعية، ممكن تدرب لنا جيل كامل مغامر، يعني يصير في عنا أرقام كتير بمجالات متعددة بسوريا. أنا دائما بشوف سوريا ما في حدا أحسن منا، فأنا حلمي أساوي فريق وطني سوري نطلع فيه على إيفرست، نساوي شيء. دائما بقول أكيد فينا نساوي شيء بسوريا، بس وقت نساوي شيء برات سوريا هذا اللي بخلي يشوفوا العالم شو عم يعملوا السوريين. اللي عم يساوي جوات سوريا أكيد هذا واجب لأي سوري يساوي، بس اللي بده يطلع لبرا هذا مثل ما بقولوا اسمه السفير. دائما السفير لازم يكون صح، دائما السفير. أنا دائما بقول أنا ما بدي أكون السوري اللي طلع على إيفرست الوحيد، أنا بالعكس بتمنى أسمع في شخص ثاني بده يطلع. أنا أكيد أي مساعدة بهذا المجال، مو بس إيفرست، أي شيء بالمغامرة أنا فيني أحسن أقدمه، أكيد أنا ما بقصر أبداً. هي الرسالة إذا ظلت محتكرة بسامر أنا هون بيكون هذا مو إنجاز. الإنجاز الحقيقي هو وقت في حدا 2 و3 و10 بيقولوا نحن ما نساوي إيفرست، نحن نطلع إيفرست. أكيد. اليوم أغلب الناس بتسأل أي مغامر أو أي بطل بيعمل عمل خلينا نقول مانو اعتيادي مثل تسلق قمة أو الأبطال اللي بيطلعوا للفضاء، قديش بيتأثر حياة الشخص جسدياً طبعا بعد هي المغامرة، وخصوصا أنه بتخضعوا لتدريبات وأيضا لظروف طقس يعني غير اعتيادية. فيعني قمة إيفرست هي دائما بتغطيها الثلوج، ومثل ما حكينا ممكن شخص يتعرض لإصابة، ممكن يتعرض لكتير ظروف. شو اللي بيتغير بحياة المغامر وخصوصا بعملية التسلق؟ ببساطة اللي بساوي إيفرست يمكن ما في شيء بالدنيا بيصعب عليه، لأنه التحدي اللي بشوفه مو بس إيفرست للأمانة اللي بتسلق جبال. يعني أنا وقت كنت باليابان طلعت على جبل فوجي أعلى قمة باليابان، من بعدها سهلت علي الدراسة بالجامعة، رغم أنه أنا ما كنت لسه كتير بحكي لغة يابانية، حسيت أنه إذا عم نمشي لقمة جبل اللي هي ممكن
تحدي الطبيعه للبني ادم، فاي شيء ممكن البني ادم يساويه بحياته هو بيصير خلص صار. يعني وقت طلعت على الجبل انا عارفان في ريسك موت وطلعت، انا عارفان انه الجبل غالي ورحت، انا عارفان انه الجبل بده كثير تحضير وحضرت. معناتها انا اي شيء بحياتي الطبيعيه هو بيكون اكيد هو تحدي، كل شيء بيصير سهل عليه. طيب بالعادة الناس بتقول لأي بطل لوين طموحك، بيقول أوصل لأعلى قمة، أوصل لأعلى شيء. بعد ما وصل البطل سامر لأعلى قمة، شو في لسه بباله؟ هلأ أنا أول ما بديت المغامرة قلت لحن السوريين حدودنا السماء. هلأ أنا في عندي حلم أنه أكون من أحد المغامرين كمان اللي بنعده على الأصابع اللي بيساوي قفز مظلي، ولكن وليس بس بالمظلة، بالبدلة. البدلة هي مثل بصير مثل الطير اللي بيطير، فدائما أنا بحلم أنه هي البدلة تكون علم سوريا وأنا طاير من جبل إلى جبل فيها. عم تشتغل على هالحلم؟ أكيد عم بشتغل على الحلم، بس للأمانة هذا الحلم هو كتير بده تجهيز زائد بده كتير دعم مادي. بس هلأ حاليا في حلم شوي يمكن عربي لازم أساوي أو عم بطمح أنه أساوي، في جبل اسمه الكيتو بأفغانستان. هذا ما في ولا عربي حسن يصل للقمة. هو جبل إيفرست أعلى جبل بالعالم، بس جبل الكيتو هو أصعب جبل بالعالم. يعني قريبا ممكن نكون معك وتحطيم رقم قياسي جديد. شكرك المغامر السوري سامر عقاد اللي رفعت علم سوريا لمرات متعددة وبأماكن متعددة. شكرا لك، شكرا لاستضافتك لنا بمقر الجمعية، ونتمنى اللقاء القادم نكون مع إنجاز جديد. شكرا لك. هي كانت زيارتنا لليوم، كنا مع بطل سوري وإنجاز سوري. لهون خلصت زيارتنا، باي باي.